مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد. اليوم حابة أحكي عن موضوع عدم القدرة على طلب المساعدة. هي هاي واحدة من الصدمات أو التروما اللي بنشوفها عند الناس، وفي كتير كمان يعني بيعانوا من هاي المشكلة، إنه بلاقوها كتير بيستصعبوا إنه يطلبوا مساعدة من شخص معين. عندهم الاستعداد هن يقدموا المساعدة، بس إنه هن يطلبوا المساعدة بتلاقوها شغلة كتير كبيرة. هلا هي إلها علاقة بموضوع يعني جنون العظمة، يعني إنه إذا أنا قدمت المساعدة ف يعني كأنه هو عم يحس حاله أفضل من الآخرين، بس إذا طلب المساعدة راح يحس بالنقص أو هو أقل من الآخرين. طبعا يعني هاي كلها صدمات من الطفولة وبرمجة، ويعني في أشياء بكون الشخص تعرض لإلها فوصل لهاي النقطة إنه هو ما بده يطلب المساعدة. ممكن يكون في كتير أسباب، يعني ممكن مرة طلب المساعدة وتعرض للخذلان مثلا، أو طلب المساعدة وشخص مننه مثلا ساعده بس تعرض لأنه للتنمر بعدين، أو المنية من الشخص التاني، أو إنه بشكل عام إنه هو بلاقي حاله صغير إذا طلب المساعدة بس تصغر نفسه، يعني كأنه ضعيف أو ما قدران يعمل هاي الشغلة، يعني عم يعترف بضعفه. يعني ممكن تكون الأسباب كتير كتير يعني ومتنوعة، بس بالنهاية يعني الفكرة اللي أنا بدي أقولها، يعني هلأ موضوع طلب المساعدة طبعا بعد ما نحل إن موضوع الصدمة أو شو السبب اللي خلى الإنسان عنده هذا الشعور إنه هو ما يستثقل موضوع إنه يطلب المساعدة من طرف تاني. إذا فكرنا فيها يعني بطريقة منطقية أو حللنا الموضوع، لما أنا ما عم بطلب مساعدة من الطرف التاني أنا عم بمنع عنه الأجر والثواب، يعني إذا نفكر فيها مثلا من ناحية دينية أو حتى من ناحية إنسانية. هلأ إحنا بشكل عام يعني كل البشر إحنا كلنا مسخرين لبعض، كل واحد يعني عم يخدم التاني بشكل أو بآخر، بمعنى حتى بمهنته، يعني مثلا إنه الطبيب عم يخدمنا بالمهنة تبعته، أوكي هو عم ياخد أجر بس يعني مقابل مادي، بس برضه هو عم يقدم لنا خدمة، هو تسخر لأنه يعالجنا. المدرس مثلا تسخر ليعلم الطلاب، أي شخص يعني بأي مهنة فهو تسخر لأنه يؤدي هاي الخدمة للآخرين، تمام؟ فبالتالي ما حدا يعني إله منية على التاني، كل واحد عم يؤدي دوره، عم يؤدي وظيفته بهاي الحياة. هلأ لما إحنا شخص نطلب منه مساعدة وبيساعدنا، احنا عطينا نوع من الطاقة الإيجابية، يعني لأنه هو عمل شيء جيد لإلنا وبالتالي حيحس بإحساس جيد. ما عم بحكي إنه هو حيحس حاله أحسن مننا، بس لأنه أي شخص فينا احنا إذا أنا ساعدت شخص تاني حنبسط من حالي إنه أنا قدرت أساعد. فلما الشخص التاني ما يطلب مني هو حرمني من هذا الإحساس الحلو، عرفت كيف؟ فبالتالي يعني لما احنا بنضل متقوقعين على ذاتنا وانا ما بدي اي حدا يساعدني، ما بدي اي حدا يقدم لي اي شيء، هون عم بحس نوع من البخل العاطفي، يعني بس انا عم بفكر بحالي انه انا ما بدي احس حالي اقل من الاخر او اضعف من الاخر وطلبت مساعدته، لا، عم يكون الموضوع انه ما عم بعطيه الفرصة للاخر انه هو يستفيد من حاجتي للمساعدة، يجي مثلا أجر وثواب، يجي مشاعر إيجابية، يجي مشاعر حلوة من خلالي. يعني كمان أنا تسخرت إنه بموضع بدي مساعدة من شخص عشان هذا الشخص كمان هو يجي مشاعر حلوة من خلالي. فبالتالي هي الشغلة فيها أخذ وعطاء للطرفين، يعني أنا مو بس هو بس عم يعطيني، أنا كمان عم بعطيه شعور حلو بهذا الشيء. إذا بنشوفها من هاي الناحية ما بتعود بهذا الموضوع الشكل المؤلم انه انا او الثقيل، انا رح انا ضعيف انا او انا بحاجة او انا محتاج عشان هيك هذا بدي مساعدة، لا، احنا كلنا مسخرين لبعض واحنا بحاجة لبعض، في وقت احنا بنساعد غيرنا وفي وقت تاني احنا بحاجة لمساعدة من حدا تاني وهكذا، يعني هي حلقة وعم تدور على الكل. ف هو نوع من فينا نعتبره لما نوع من الكرم العاطفي، لما أنا بقبل إنه حدا يساعدني فهو نوع من الكرم، لما برفض أنا بكون بخيلة لأني ما أعطيته الفرصة إنه هو ينبسط من داخله لأنه قدم لي شيء. ف يعني
أعطي مثال. يعني في مرة عن واحدة كانت مستتقة لموضوع، تعرضت لموقف وبدها تتدين فلوس يعني، ف تدينت يعني المصاري وكانت مستتقة للموضوع وسددتهم يعني. بس لما رجعنا يعني حللنا الموضوع، لقيت إنه هي طلبت المساعدة من هذا الشخص. هذا الشخص يعني أكيد جاء أجر ثواب، لأنه هو قدر يكون بموقع يساعدها ويحل لها أزمتها بهديك الفترة، وبالتالي هو كمان استفاد من هذا الطلب تبعها. يعني هي استفادت إنه انحلت أزمتها وهو كمان استفاد. فبدل ما كانت المشاعر اللي موجودة بالأصل هي مشاعر شعور بالنقص أو شعور بالحاجة أو شعور بالدونية أو هيك شيء، لا يعني ببلش الشخص يشوف حاله إنه هو على نفس المستوى مع الشخص الثاني، ما حدا أحسن من الثاني، لا اللي عم يساعد ولا اللي عم يتلقى المساعدة، الاثنين بنفس المستوى، الاثنين بنفس المكان، تسخروا لأنه هذا الشيء يصير بيناتهم. في هيك يعني، هاي كانت فكرة هيك سريعة موجودة عندي وحبيت أشاركها معكم، إن شاء الله تكون فيها فائدة. شكرا لمتابعتكم. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو مع الأشخاص اللي بتحبون حتى تعم الفائدة.